ازيكم عاملين ايه في الفيديو ده؟ ان شاء الله هنعمل مقارنه مهمه جدا بين 3 موبايلات في فئه ال 3500 جنيه مصري، والثلاث موبايلات دول هيكونوا شاومي ريدمي نوت 5 والاونر 9 لايت وسامسونج جي 7 برايم 2. لو انت محتار تختار انهي موبايل فيهم في الفيديو ده، هيسهل عليك جدا في انك تحدد الموبايل اللي انت محتاجه. وانا عملت الفيديو ده بسبب الكومنتس بتاعتكم على الفيديو الاولاني، وهو كان مقارنه بين موبايلات في فئه ال 5000 جنيه مصري ل 6000 جنيه مصري من ضمنهم الاوبو اف 7. تقدر تشوف الفيديو ده من اللينك تحت في الديسكربشن. ففي البدايه كده اتاكد انك عامل لايك للفيديو ومشترك في القناه. يلا بينا. لو انت من عشاق التكنولوجيا فتيجي تاك اوفر دوز واشترك في القناه. طيب المقارنه دي بتبقى ماشيه ازاي؟ هقول لكم. المقارنه دي احنا بنعملها من السنه اللي فاتت، وساعدت ناس كتير جدا في انها تحدد الموبايل اللي هم محتاجينه حتى لو محتار جدا. والمقارنه دي بتكون ان انا بمسك فيتشر في اي موبايل في العموم، يعني مثلا الكاميرا الاماميه، الكاميرا الخلفيه، اداء الموبايل او البطاريه، وبذكر لك افضل موبايل من الثلاث موبايلات دول اللي هيديك افضل اداء في الفيتشر دي. يعني مثلا لو قلت لك الكاميرا الخلفيه، الموبايل الفلاني هو اللي هيديك افضل اداء للكاميرا الخلفيه. فانت مثلا لو واحد محتاج كاميرا خلفيه، محتاج بطاريه، هتختار الموبايل ده وهسيب الموبايلين التانيين وهكذا. وبعدين بذكر العيوب الواضحه في كل موبايل من الثلاث موبايلات دول، علشان لو في عيب انت مثلا مش هتقدر تستحمله فما تشتريش الموبايل ده وتبعد عنه. وفي الاخر بذكر اسعار كل موبايل من الموبايلات دي. بالمناسبه يا ريت تتفرج على الفيديو اللي فات ده، لانه ممكن تزود 1000 او 2000 جنيه في مقابل ان انت تجيب موبايل اعلى في الامكانيات كتير جدا، زي مثلا شاومي مي اي 2 او الاوبو اف 7 او الواوي بي 20 لايت. هتلاقوا الفيديو ده في الاي اللي فوق على اليمين هنا، وبرده هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. يلا بينا نبدا المقارنه. اول نقطه هنتكلم فيها هو اداء الموبايلات. بالنسبه للاداء، فاللي هيفوز بيه هو شاومي ريدمي نوت 5، وده مش محتاج اثبات، لان دايما موبايلات شاومي في الفئه المتوسطه واللي اقل منها دايما بتتميز بالاداء المرتفع جدا عن اي موبايل في السوق. بس اللي بيميز الموبايل دوت عن غيره ان هو جايب بمعالج كوالكوم سناب دراجون 636، معالج ثماني النواه اوكتا كور 1.8 جيجا هرتز، وده بيديك اداء كويس جدا عن اي موبايل تاني في الفئه السعريه دي، بالاضافه للمعالج الرسومي اللي هو ادرينو 509. فببساطه كده اللي بيخلي الموبايل ده افضل اداء في الفئه السعريه دي هو المعالج السريع جدا اللي جاي معاه، بالاضافه للسوفت وير الخفيف اللي تتميز بيه موبايلات شاومي. بالنسبه للديزاين هنتكلم عن ديزاين امامي وديزاين خلفي. بالنسبه للديزاين الامامي، افضل ديزاين امامي هيروح لشاومي ريدمي نوت 5 والاونر 9 لايت، وده لانهم جايين بالابعاد الجديده 18 ل 9 او اللي هي بقت قديمه دلوقتي، لان دلوقتي في ابعاد اجدد من كده واللي موجوده في موبايلات زي الاوبو اف 7 والواوي بي 20 لايت وخلافهم. اما بالنسبه للديزاين الخلفي، اللي هيفوز بافضل ديزاين خلفي هو الاونر 9 لايت، وده ببساطه بسبب 3 حاجات. اول حاجه الموبايل من الازاز اللي بيديك شكل وماسكه بريميوم جدا. تاني حاجه ان مكان الكاميرا كويس جدا. تالت ميزه وان البصمه موجوده في الظهر، وده اللي بيميز الاونر 9 لايت والشاومي ريدمي نوت 5 على السامسونج جي 7 برايم 2. ممكن تختلف معايا ممكن تتفق، لان انا بحب البصمه موجوده في الظهر، لان انا ماسكه كده في ايدي اعرف افتح الموبايل على طول، على عكس ان انا لازم امسكه بايد وافتحه بالايد الثانيه. طب ليه ما اخترتش ان شاومي ريدمي نوت 5 هو يكون الافضل في الديزاين الخلفي؟ ببساطه لان الكاميرا الخلفيه محطوطه في مكان غلط، يعني جايه ناحيه الشمال زياده عن اللزوم، وده غير ان في انحناء موجود في الموبايل من الظهر، فازاي يبقى الكاميرا جايه في الانحناء قوي كده؟ فمنظرها مش جميل اصلا. ليه بقى ما اخترتش الجي 7 برايم 2 انه يكون افضل ديزاين للخلف؟ ده طبعا بسبب زي ما قلت لكم ان البصمه مش في الظهر، وده انا بحبه جدا وبتبقى حاجه شيك في الظهر، وبالاضافه ان الظهر مش كله الومنيوم، يعني النهايات من فوق ومن تحت بلاستيك. بالنسبه للبطاريه، الموبايل اللي هيديك افضل اداء للبطاريه هو شاومي ريدمي نوت 5. هقول لكم 3 اسباب تخلي الموبايل ده افضل اداء للبطاريه. اول حاجه طبعا ان البطاريه 4000 ملي امبير. تاني حاجه ان واجهه الميو اي بالارتفيشال انتليجنس بتقفل الابلكيشنز اللي انت مش محتاجها في الخلفيه، فبالتالي بتوفر في استهلاك البطاريه. تالت سبب هو وجود المعالج الموفر في الطاقه اللي هو السناب دراجون 636. نيجي بقى للنقطه المهمه وهي الكاميرا السيلفي. افضل اداء الكاميرا السيلفي بين الثلاث موبايلات دول هو الشاومي ريدمي نوت 5، وده لانه جاي بكاميرا سيلفي 20 ميجا بكسل وفتحه عدسه f2.2. الموبايل اللي بعده على طول في الثلاث موبايلات دول هو الاونر 9 لايت، وده لانه جاي بكاميرتين، واحده 13 ميجا بكسل والثانيه 2 ميجا بكسل، ودي بتساعدها في البوكا افكت او البورتري مود. بالنسبه للكاميرا الخلفيه، افضل كاميرا خلفيه بين الثلاث موبايلات دول هو الشاومي ريدمي نوت 5 ويليه على طول الجي 7 برايم 2. الريدمي نوت 5 جايب بكاميرتين في الخلف، واحده 12 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.2 والثانيه 5 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.0، ودي بتساعدها في البورتري مود او البوكا افكت. بالنسبه للسامسونج جي 7 برايم 2 جايب كاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل فتحه عدسه f1.9، وفي حاجه لاحظتها في الموبايل ده ان الكاميرا الخلفيه وكاميرا الاماميه 13 ميجا بكسل وفتحه عدسه f1.9 الكاميرتين، ودي حاجه مميزه في الموبايل ده. بكده نكون خلصنا مقارنه الفيتشرز بتاعه الموبايلات، وهنخش على عيوب كل موبايل فيهم واللي ممكن تخليك ما تشتريش موبايل منهم. عيوب الريدمي نوت 5، اول عيب في الموبايل ده ان هم قالوا ان هو بيدعم الشحن السريع، بس في نفس الوقت بيشحن تقريبا في ساعتين ونص او اكتر، فازاي ده بيدعم الشحن السريع؟ فده عيب واضح جدا وصريح في الموبايل ده. تاني عيب في الموبايل ده ان هو ما بيدعمش الفيس انلوك، وده احنا مستنيينه في ابديت سوفت وير جديد، ومعرفش هو نزل حتى الان ولا لا في الموبايل، فلو نزل يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتس. تالت عيب في الموبايل ده ان وزنه تقيل، الموبايل ده جاي 181 جرام، في حين ان الجي 7 برايم 2 جاي 170 جرام، والاونر 9 لايت 149 جرام، ففي فرق كبير جدا بينهم وبينه. بالنسبه لعيوب الجي 7 برايم 2،
اول حاجه انه جايب الابعاد القديمه، وده بيؤدي ان الريزوليوشن بتاعه اقل 1920 في 1080 على عكس باقي الموبايلات اللي هو 2160 في 1080. تاني عيب وده من وجهه نظري انا ان البصمه مش موجوده في الظهر، وده عيب بالنسبه لي انا. تالت عيب في الموبايل ده ان هو ما يدعمش الفيس انلوك وما اظنش ان هو هينزل في سوفت وير ابديت اصلا. رابع عيب في الموبايل ده ان هو جاي بشاشه قديمه من النوع TFT ودي شاشه ما بقتش تستخدم كتير الفتره دي. خامس عيب في الموبايل ده ان ازرار التحكم في الشاشه من تحت مش بتنور ودي كعاده سامسونج في فئه الجي. سادس عيب في الموبايل ده ان مش نزل منه نسخه 64 جيجا بايت انترنال و4 جيجا بايت رام زي باقي الموبايلات اللي في الفئه السعريه دي. عيوب الاونر 9 لايت، اول عيب في الموبايل ده ان هو ما فيهوش راديو FM. تاني عيب وممكن يكون مش عيب لبعض الناس ان الموبايل ده تصميمه كله من الزجاج فده بيعرضه اكتر انه يتكسر منك. تالت عيب في الموبايل ده ان هو ما عليهوش طبقه حمايه. وبكده نكون خلصنا العيوب وهنخش على الاسعار. زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو ان الثلاث موبايلات دول تقريبا في نفس السعر، بيبداوا من 3000 ونص فيما فوق. فمثلا عندك الاونر 9 لايت تقريبا بيبدا من 3600 جنيه مصري فيما فوق، الريدمي نوت 5 تقريبا بيبدا من 3700 جنيه مصري فيما فوق، اما الجي 7 برايم 2 فهو كان نازل ب 3800 جنيه مصري بس عليه عرض نازل ل 3400 جنيه مصري من اللينك اللي هتلاقوه تحت في الديسكربشن تقدروا تشتروا منه. العرض ده موجود على سوق.com والشحن كمان مجاني يعني مش هتدفع عليه اي رسوم خالص، هم ال 3400 جنيه بس. طب انا رايي ايه افضل موبايل في الثلاث موبايلات دول؟ هتلاقي رايي كالعاده تحت في الكومنت. لو انت نفس الراي اكتب لي ان انت نفس الراي، ولو انت راي مختلف فقول لي انهي موبايل انت شايفه افضل وقول لي ليه. تقدر تحمل المقارنه ديت كملف باوربوينت، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن عشان لو عايز ترجع للمقارنه دي في وقت تاني. وبكده اكون خلصت الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح. لو عجبك الفيديو فعلا فانت تعمل له لايك وشير وكومنت برايك في الفيديو، ولو عندك اي استفسار تقول لي طبعا عشان بقرا كل الكومنتس وبرد عليها. ويا ريت طبعا تشتركوا في القناه من الداله اللي تحت على الشمال هنا وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي بنزلها على القناه اول باول. واكيد تقدروا تتابعوني على اي منصه سوشيال ميديا / كمبيوتر تكنولوجي 2 مع تويتر / سبيد تكنولوجي 2. سلام. حلو الله. حد ورق هنا. اللابتوب شغال ها.